بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا تجربة مايك يا شباب، اشتريته من تقريبا 3 أيام، الكي 10 الكي 10. مايك جميل جدا، مايك وايرلس. المايك بيجي بقطعتين، والقطعة البث الرئيسية. المايك وايرلس يا شباب قلنا بيشتغل في حدود 20 أو 15 متر تقريبا. المايك يعني عملي وسعره رخيص، في حدود 450 جنيه أو 500 جنيه. المايك منه انواع كتير، وقلنا علشان تشتري المايك ده او النسخه الاوريجينال تشتري اللون اللي هو الكرتونه بتجيلك باللون الاحمر ده. شباب الكرتونه بتجيلك باللون الاحمر، وعلى حسب نوع الموبايل بتقدر تحدد ان انت هتشتري المايك يعني من فئه التايب سي، او تشتري المايك علشان يشتغل على الايفون. تمام، هيشتغل على الاندرويد او هيشتغل على الايفون. الكي 2 زي ما انتم شايفين ده التحديد المايك او نوعه. مايك كويس، ويعني مش هنقول يعني كويس قوي او هنقارنه بالمايكات اللي بتكون غالية في العزل. المايك حلو على قد فلوسه بالظبط. زي ما انتم شايفين موجود منه القطعة واحدة او الفردة واحدة او القطعتين الفردتين، لو انت من النوع اللي بتعمل يعني محاضرات او عاوز ناس بتدخل معاك في المحادثات، او بتناقش مثلا على اليوتيوب او اي برامج تواصل، فعندك قطعتين بتقدر توزعهم على يعني 2 من الاشخاص. ودي القطعة اللي بتركب في الموبايل يا شباب، دي بتركب في الموبايل، دي من فئة التايب سي زي ما انتم شايفين. المايك جميل يعني على قد فلوسه زي ما قلنا، وزي ما انتم شايفين ادي القطعة الاولى اللي موجودة معانا، ودي القطعة التانية وفيها مشبك كده، في بتقدر تبدأ ان انت تركبه في القميص او في الهدوم. عندنا هنا فتحة، الفتحة ديت بتبقى مخصوصة للشحن المايك. المايك ده الفردة دي بتشحن، والفردة دي بتشحن، والقطعة دي ايضا بتشحن. بيجي لك مع المايك زي ما انتم شايفين العلبة بتاعته اهو، بيجي لك معاها وصلة شحن، بتركبها على اي شحنة شباب، وبتشتغل كويس مفيش في اي مشاكل. او ممكن تركب الشاحن بتاعك وتشحن المايك من هنا، بتشحن من هنا من خلال الفتحة ده شباب اهو، تبدأ تركبها وتحط ايه سكة الشحن بتاعك، بتسيب المايك يشحن، الفردة تشحن بتاع ربع ساعة او 20 دقيقة بالظبط. ودي نفس القصة، بتشحن في حدود يعني ربع ساعة او 20 دقيقة. ماشي، بتبدأ ايضا القطعة الرئيسية بتاعت البث الواي فاي ده شباب، بتشحن برضك ايضا نفس القصة بتاع 10 دقايق او ربع ساعة او 20 دقيقة، وتبدأ ان انت تركبها في الموبايل بتاعك، وبتبث في حدود ايه قلنا مثلا بالظبط 15 او 20 متر. تمام، بتبدأ ان انت تركب القطعة ديت في الموبايل اللي موجود معانا، هنركبها حاليا في الموبايل، وهنبدأ نتكلم من خلال المايك اللي موجود معانا عشان نجرب المايك. تمام اهوت، زي ما انتم شايفين عندنا النور الاخضر بدأ ينور معايا بكده، يعني انا بسجل في نفس الوقت. يعني انا حضرتك اما باجي اتكلم دلوقتي في الموبايل اهوت او في المايك، انا كده بسجل من خلال المايك اللي موجود معايا زي ما انتم شايفين. النور ده لو مش ثابت يعني بيبدأ ان هو يتغير الى الاحمر واللون الاخضر، اعرف ان في ايه، في مشكلة عندك، ان المايك مش شغال. تمام، عندنا بعض الاجهزة الاندرويد، بعض الماركات الكتير من الموبايلات ممكن المايك ما يشتغلش معاها مباشر. تمام، بيحتاج بعض الاجراءات او بعض الاعدادات في الموبايل، ان انت بتفتح نظام الاوتو جي في الاعدادات الموبايل اللي موجودة عندك، بتدخل على الاعدادات وعندك من ادوات التوصيل او ادوات الاتصال بتفتح ايه خاصية الاوتو جي، والمايك بيشتغل بدون اي مشاكل. المايك جميل وسعره على قد الايد وكويس، يعني في منه انواع اللي هو الكي 8 والكي 6، وعندنا في الكي 10، وفي على ما اظن النسخه نزلت الثاني الكي 11، بس ده كويس جدا وسعره معقول. القطعتين دول يا شباب زي ما قلنا في حدود 500 جنيه، لو عايز تجيب قطعه واحده مع القطعه الرئيسيه في منه قطعه واحده بس، في حدود على ما اظن 250 او 300 جنيه. تمام، موجود كتير في محلات بيع الموبايلات والاكسسوارات، ومحلات بيع ادوات التصوير. المايك شعبي
علشان نبقى يعني في صراحة في الشرح، ومش مايك من اللي هو يبقى في عزل زي المايكات اللي معروفة البويا والماركات الكبيرة العالمية اللي موجودة في المايكات، تمام؟ يعني أسعارها بقى بتكون معدية ال2500 وال3 و5 و6، وممكن مايكات بتوصل ل10,000 جنيه. بس المايك ده لو حضرتك يعني بادئ على اليوتيوب أو بتعمل محتوى جديد، ليك منصة على الفيسبوك بتعمل بث مباشر باستمرار، بتسجل فيديوهات، المايك كويس مش وحش، تمام؟ حضرتك بتصور حلقات في المساجد، بتصور مثلا خطب، هو المايك كويس نوعا ما، بس مش افضل حاجة علشان محتاج انت بقى جودة عزل وتبعد عن الضوضاء، ومحتاج صوت نقي وكويس، ومحتاج مسافات ابعد، فمش هو المايك اللي هيدخل دماغك في جميع الاختيارات اللي انت عاوزها، بس هو مايك كويس شغال تبدأ بيه المشروع بتاعك، او تبدأ بيه القصة بتاعتك اللي انت محتاج تعملها من خلال اليوتيوب او الفيسبوك او اي مواقع تانية. ريت يكون الفكرة والتجربة بتاعتي فادت الجميع. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.